نحن بدينا المرة الماضية حكينا عن أنواع types of electronic circuits أو power electronic circuits وفي عندنا مجموعة أنواع types of electronic circuits أحد أهم الأنواع اللي هي DC أو AC to DC والAC to DC هو إيش بنسميه؟ لما بحول AC إلى DC rectification أو rectifying ماشي كل فاهم هاي واضحة؟ rectification ولا فاهم حطناها تاعنا single phase half wave rectifier أو هذه عندي اسمها تو بلس رتفاير تو بلس رتفاير شنو؟ كل 360 درجة عندي تو بلسز هذه عندي هون 6 بلس رتفاير 1 2 3 4 5 6 لكن ممكن يكون عندي كمان كنترول ريكتيفاير ممكن يكون عندي نفس هذا الشكل اللي موجود هون بس بستعمل فيه هاي عندي فولي كنترول ريكتيفاير او بكون عندي 3 فيز فولي كنترول ريكتيفاير اذا هاي هون فكرة الريكتيفيكيشن لدي سي هاي اول نوع من انواع سيركس ان هاي سورت اوت وان هاي كنترول وهاي هون طيب ليش انا بحب استعمل كنترول بارتفاير؟ ليش ما اضل على كنترول بارتفاير؟ ايش تسمح لي كنترول بارتفاير؟ يعني كم اغير البيك بقدر اغير البيك او الافرج خلينا نقول الافرج الافرج فولتج بقدر اغير الافرج فولتج فراح اصير اغير الاوتبوت فولتج بدل ما هو يضل هون كونستنت هون بس بعتمد على الانبوت هون راح يصير الاوتبوت بقدر اتحكم فيه واغير الافرج فولتج تبع الاوتبوت فصار بامكاني القرار من هون القرار بالزاويه اللي بحطها هون اني اغير الاوتبوت تبع السيركت اللي موجود هون النوع الثاني اللي عندي دي سي تو اي سي دي سي تو اي سي شو بنسميها العملية؟ لأنها عكس الريكتيفيكيشن شو بنسميها؟ انفيرجن أو انفيرتر
اذا انا بحول من دي سي ل اي سي، في عندي هون فولتج سورس مثلا، ثري فيز انفرتر هون عمال يدخل الانبوت عندي دي سي، السورس تبع الباور سبلاي دي سي، وعندي هون مثلا 1 2 3 4 5 لاحظين الاختلاف بين هاي وهاي وهاي، شو الاختلاف الاساسي بين هذول الاثنين؟ صحيح الكومبوننتس مختلفة، بس بشكل عام شو الانبوت هون؟ اي سي، والاوتبوت دي سي، دي سي هون الانبوت دي سي، دي سي والاوتبوت دي سي، كنترول دي سي هو الكنترول اللي بتحكم بالوضعية اللي بعد هون استخدمنا اي جي بي تيز. اذا هذا الكومبوننت اللي هون انسوليتد جيت هاي بولر ترانزستور. بدل ما يكون عندي 3 فيز فكان بامكاني ابني شيء زي هيك. نفس الشيء هاي بتشبه نفس الشيء هون الانبوت اي سي والاوتبوت دي سي، هون الانبوت دي سي والاوتبوت اي سي، هاي هون دي سي اخذت دي سي وحولته لاي سي. بس هذه طبعا ايش الفرق بين هاي وهاي؟ تو فيرسز، هاي بتعطيني سنجل فيز وهاي بتعطيني ماشي. واضحين هذول لحد الان هذول التو كومبوننتس الاساسيات، هذول مهمين جدا في الهاي. والانفرتر لما بنحكي احنا انفرتر في العصر الحديث بنحكي انفرتر، انفرتر مكون من ريكتيفاير وبعده انفرتر. لما تسمعوا انفرتر كلمه انفرتر المحرك بنشغل المحرك على الانفرتر، رح ناخذ عنه بعد. مكون من مرحلتين، بحول الاي سي لدي سي، بعد مره بحول الدي سي لاي سي مره ثانيه، بس بتحكم بالفريكونسي وبتحكم بالفولتج. ماشي، نطلع على الانواع الثانيه ونخلص هدول. هلا بس هيك رسمتهم بس.